الحمد لله رب العالمين يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا علام الغيوب استر احوالنا ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر التب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير اللهم فك اسرنا ارحم ضعفنا تولى امرنا احسن خلاصنا اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة كان يبكي فدخل عليه عبد الله بن عباس وقال له يا امير المؤمنين ابشر بالجنة لقد امنت برسول الله يوم كفر به الناس ونصرته يوم خذله الناس وبشرك الرسول بالجنة ومات الرسول وهو راض عنك ولم يختلف على خلافتك اثنان ومت شهيدا فابشر بالجنة فقال له عمر ابن عباس اعد هذا الكلام مرة اخرى فاعاده ابن عباس فقال له عمر والذي بعث محمدا بالحق لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت يا عمر يا عمر آمن يوم كفر الناس ونصر يوم خذل الناس وهو احد العشرة المبشرين بالجنة ومات الرسول وهو عنه راض ولم يختلف على خلافته اثنان ومات شهيدا مات شهيدا طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين وسالت دماؤه الزاكية الطاهرة
وحمل الى البيت والدماء تنزف. فلما افاق من يغماته، اتدرون ايها السادة الاعزاء ما اول سؤال ساله عمر بعدما افاق من يغماته؟ لم يسأل عن الدنيا، لم يسأل عن المال، لم يسأل عن الجاه، لم يسأل عن السلطان، انما كان اول سؤال سأله عمر نظر لمن حوله وقال لهم: هل صلى المسلمون الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ عمر يا رافعا راية الصورة، يا رافعا راية الصورة وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. راي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، او تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يوالي ابا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. قد كنت اعدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. عمر على فراش الموت يقول لابن عباس: يا ابن عباس، لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت. عند سكرات الموت. ايها الموحدون، من الباقي؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق وصاحب الجلال المطلق وصاحب الجمال المطلق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من العليم؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الحسيب؟ من النور؟ من الهادي؟ من الحق؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المزل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي، إلهي،
لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. إلهي إلهي، إن الحمامة ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. الله 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 يا 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 يا الله.